بيراميدز سافر السعوديه ووصل السعوديه عشان عنده مباراه وديه مع فريق اتحاد جده هيلعبها بكره ان شاء الله. دي صور لبعثه نادي بيراميدز في السعوديه او فيديو لنادي بيراميدز في السعوديه، عندهم مباراه بكره وديه مع اتحاد جده السعودي. المباراه هتتلعب بكره في ملعب اتحاد جده في مدينه جده ان شاء الله الساعه 6:30 بتوقيت القاهره. وبيراميدز بعد كده هيرجع مصر عشان عنده هيبدا ماتشاته في الدوري يوم 22/6 بلقاء ايسترن كومباني على استاد الدفاع الجوي، وبعدين عنده ماتش الاهلي يوم 26 ولكن في بطوله كاس مصر اللي هي البطوله القديمه بتاعت كاس مصر، كان المفروض هيلعب مع الاهلي دور الثمانيه فهيلعبوا ان شاء الله يوم 26 مع الاهلي. دي طبعا لقطات لتواجد بعثه بيراميدز في السعوديه لاداء مباراه وديه بكره امام اتحاد جده السعودي. محمد حمدي لاعب بيراميدز هيغيب لمده 3 أسابيع بسبب اصابه اتعرض لها في المباراه الاخيره ما بين بيراميدز والمصري في بطوله الدوري. عنده مزق في عضلات البطن محمد حمدي الظهير الايسر لنادي بيراميدز.